تمام، أبدأ. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور حسين عبد العزيز، استشاري جراحات ومناظير الكلى والمسالك البولية وأمراض الذكورة وعقم الرجال. حابب في الأول أعيد على حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ناس بتعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله الأيام دي تعود علينا بخير وسعادة علينا كلنا، وقريب جدا إن شاء الله يكون ربنا رفع عنا الوباء فهو على كل شيء قدير. النهاردة إن شاء الله أنا أكلم حضراتكم في موضوع طوارئ جراحات المسالك البولية والتناسلية. أنا اخترت لحضراتكم النهاردة 5 مواضيع ما بين الحالات الأكثر شيوعا وما بين الحالات الأكثر أهمية، اللي احنا حابين ننقل فيها رسالة للناس عشان نزود الوعي علشان نوصل لنتائج كويسة كلنا عايزينها، سواء الطبيب أو المريض وأهل المريض. في البداية كنت حابب أتكلم مع حضراتكم على فكرة في دماغي كده عن يعني إيه طوارئ تقدم خدمة متميزة. كلنا عايزين كده. عشان أوصل الفكرة دي هحط نفسي مطرح المريض أو مطرح أهل المريض. لو افترض جدلا إن أنا مريض أو عندي حد مريض محتاج يروح لدكتور طوارئ مسالك بولية، عافانا الله جميعا ان شاء الله، يعني احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين ان احنا نروح لمكان يقابلني في الطوارئ دكتور متخصص في جراحة المسالك البولية التناسلية. الدكتور ده عنده من الخبرة ما يكفي ان هو يتعامل معايا صح بسرعة، يقدم لي الاسعافات والعلاجات اللازمة، كمان يكون معاه من التولز او من الادوات اللي تساعده على التشخيص السريع الصحيح، طبعا مش سريع ويعني ما يبقاش صحيح، التشخيص السريع الصحيح. معمل متاح 24 ساعة، اشعة متاحة 24 ساعة، او لو احتاجنا حاجة اعلى عمليات مناظير، الله لا يقدر غسيل كلى، الحاجات دي كلها تبقى متاحة على مدار ال 24 ساعة. بكده اقدر اقول ان انا فعلا كان عندي مشكلة في اي وقت من اليوم جريت على مكان ما، خد الخدمة صح بدون أي مشاكل من اللي احنا كلنا عارفينها واللي احنا لن هنتطرق ليها خالص. بصراحة هنا المستشفى من الأماكن اللي في اسكندرية اللي بتحقق المعادلة دي، احنا 24 ساعة في زميل فاضل موجود في الطوارئ، عنده من الخبرة ما يكفي في التعامل مع كل حالات الطوارئ للمسالك البولية، كمان المعمل قسم الأشعة العمليات الاستشاري الأونكول في اليوم دوت، قسم أمراض الكلى بكل فروعه، العناية المركزة، الحاجات دي متاحة على مدار 24 ساعة. ده لصالح المريض، ودي فكرة المراكز الطبية المتخصصة سواء في المسالك أو في غير المسالك اللي هي مع الوقت أعتقد أنها هتسود في تقديم الخدمة الطبية. هنبدأ نتكلم عن الموضوع بتاعنا عشان ما نحيدش عنه، هو موضوع حالات الطوارئ. أول حالة هنتكلم فيها هي حالات المغص الكلوي الحاد. الحالة دي احنا بنقابلها كتير في طوارئ المسالك البولية وبرضو في العيادات. بصراحة المغص الكلوي الحاد من اكثر اسباب الام البطن الحادة المفاجئة، وربنا ما يكتبوش على حد، من اشد انواع الالم اللي ممكن الانسان يتعرض لها في حياته. زي ما كلنا عارفين ده الم بيجي بطريقة مفاجئة في الجنب عند الكلية، ممكن يسمع في البطن من قدام أو في منطقة الحوض من قدام أو في الخصية أو ما بين الفخذين. الوجع ده ممكن يكون معاه أعراض تانية، ممكن يكون معاه إحساس بالقيء أو قيء فعلا، اضطرابات في المعدة، حبة أعراض بولية، تقطيع في البول، حرقان في البول، دخول الحمام كتير، دم في البول. المريض ده بيجي الطوارئ مش مستحمل، هو الألم مخليه على اخره، وبيبقى مضطرب هو واهله لان فعلا هو عايز حل. المريض ده وانا بتعامل معاه بيبقى في دماغي كذا حاجه، اول حاجه ان انا اسيطر على الالم دوت، مش هخش في تفاصيل العلاجات، لكن عندي تولز مسكنات بانواعها، ممكن اضطر ادي محاليل، ممكن ادي مضاد حيوي لاسباب معينه، ممكن ادي ادويه للترجيع، ادويه للمعده. المهم ان انا مطالب ان انا اسيطر على الالم. كمان انا مطالب في نفس الوقت ان انا اعمل
اشعاعات وتحاليل علشان اقدر اقول والله ده فعلا مغص كلوي، مش حاجه تانية، مش مثلا زايده، مش مثلا حمل خارج الرحم، مش مثلا التواء في الخصيه. لازم اتاكد من التشخيص بتاعي، ثم بعد كده ابدا اقول والله ده مغص كلوي بسبب كذا. اهم الاسباب طبعا هي الحصوات، سواء حصوه في الكليه او في حوض الكليه او في الحالب، اعلى الحالب او اسفل الحالب، ده من اهم الاسباب. اسباب تانية زي ضيق الحالب، زي الاورام لا قدر الله، ودي بس دي يعني بتبقى مش هي سبب رئيسي في الموقف اللي احنا فيه دوت. في سيناريو كمان حابب اتكلم فيه لان بنشوفه كتير، هو السيدات الحوامل في النص التاني من الحمل او قرب اخر الحمل ممكن يتعرضوا للموقف دوت. الرحم لما بيكبر بيضغط على الحالب، خصوصا الحالب اليمين، فممكن يتعرضوا للمغص الكلوي الحاد دوت. طيب خلاص انا عملت اشعاعات، عملت تحاليل، فهمت ان ده مغص كلوي حاد بسبب حاجه تخصنا كمسالك بوليه ولا نفترض حصوه، هعمل ايه؟ خلاص انا كده عالجت الالم اللي العين جايه بيه، انا كده شخصت، هتصرف ازاي؟ في بعض الاحيان بحتاج اتصرف بسرعه، يعني في بعض المواقف زي مثلا عيان عنده التهاب بكتيري حاد في البول، وصل لنوع عمله تسمم دموي، ده لازم صرفه، لازم اخش اركب دعامه داخليه بالمنظار او قسطره خارجيه اللي هي اسمها قسطره كلى، او يكون عنده انسداد في الحالبين يمين وشمال، او يكون هو عايش بكليه واحده ويكون حصل فيها انسداد بسبب الحصوه. المواقف دي انا لازم اتصرف بسرعه، لازم اكون سريع. وبرده نرجع تاني نفس الفكره اللي قلنا عليها في الاول، هي فكره الطوارئ اللي تقدم خدمه متميزه بسرعه وتكون حازمه لصالح المريض. طيب خلاص خلصنا الكلام دوت، نبدا نشوف بقى ايه العلاج الفعلي، هنعمل ايه للمريض. طبعا حسب المشكله كانت ايه، كانت حصوات، كانت دي واتيفر. اشهر سيناريو هو الحصوات، هنتعامل مع الحصوات. هو مش موضوعنا في حالات الطوارئ قوي هنعمل ايه مع الحصوات، لكن احنا عندنا ما بين منظار حالب وتفتيت بالليزر، منظار حالب مرن وليزر، تفتيت بالموجات التصادميه، منظار كده لاستخراج الحصوات، الحاجات دي كلها متاحه عندنا في المستشفى، والحاجات دي ممكن نتكلم فيها في توك تاني ان ديتيلز لو هنتكلم على حصوات المسالك البوليه. ده اول موضوع كنت حابب اكلم حضراتكم فيه. تاني موضوع هنتكلم فيه هو موضوع النزيف البولي. النزيف البولي حاجه تقلق، حاجه تخض. العيان بيجي الطوارئ مخضوض على نفسه، البول لونه احمر، ده بيترجم بالنسبه لنا ده نزيف شديد. في الغالب العيان اللي عنده نزيف بسيط، نقطتين دم لون خفيف في البول، ده ما بنشوفوش في الطوارئ، في الغالب ده بيتشاف في العيادات. وبالمناسبه طريقه علاجه او التفكير في علاجه ذا سيم، سواء النزيف كان بسيط او شديد. العيان بيجي الطوارئ بنزيف شديد او بيجي باحتباس بول بسبب وجود جلطات دمويه تكونت في المثانه بسبب النزيف، عملت احتباس بول ومنعت نزول البول. المريض ده احنا بنفضل كدكاتره مسالك ان هو يتحجز في المستشفى. مفيش معنى ان هو ياخد علاج نص ساعه ساعه ساعتين ويروح، ما عملتش حاجه، النزيف ده ممكن يرد تاني، لو في احتباس وفي جلطات دمويه ممكن ترد تاني. احنا بنفضل ان المريض ده يتحجز عندنا في المستشفى او يتحجز في المستشفى بصفه عامه، يعني لو هنتكلم كلام بصفه عامه. طيب المريض ده هو في قسم الطوارئ او وصل لقسم الداخلي سواء تحت او فوق، بنبدا نتصرف مع النزيف البولي او الاحتباس البولي بسبب الجلطات. بنبدا نعمل غسيل للمثانه لو في جلطات بواسطه قسطره. ساعات الموضوع بيكون في جلطات كتيره لدرجه ان احنا نضطر ندخل العيان ده العمليات بسرعه علشان نفضي الجلطات ديت بالمنظار. وبعد ما نفضي الجلطات ونطمن ان خلاص ما فيش تجلطات في المثانه، بنحط العيان على حاجه اسمها غسيل مستمر للمثانه خلال من خلال قسطره ثلاثيه، سواء كان في جلطات ونظفناها او سواء نزيف بصفه عامه. طيب في نفس التوقيت بنبدا نعرف اكتر من العيان على النزيف البولي دوت، بدا معاه من امتى، مصاحب بالامه ولا لا، بنسال على اسئله زي هل بياخد ادويه سيوله، هل عنده مرض دم، الحاجات دي هتفيدني في التشخيص. ساعات في عيان بيبقى بياخد ادويه سيوله والجرعه مش محسوبه كويس او هو لخبط شويه فيها، فده بيعلي الاي ان ار عنده فبيخليه ينزف بسهوله جدا.
فيبقى الموضوع مجرد ان هو بس يسيطر على ادويه السيوله الدنيا تمشي كويس. فالاسئله دي مهمه ان احنا نقدر نفهم طبيعه النزيف البولي اللي عنده ايه، وفي نفس الوقت بنلجا للتحاليل والاشعاعات عشان نشخص اكتر. خلينا نقول ان من اهم الاشياء اللي ممكن نعملها في الحالات دي هي الاشعه المقطعيه اللي بالصبغه على البطن والحوض، دي مهمه جدا في الحالات دي. وكمان ساعات بنلجا لمنظار تشخيصي علشان نبص على مجرى البول وعلى البروستاتا وعلى المثانه. متاح في الطوارئ الحمد لله عندنا في المستشفى ان احنا نقدر نعمل منظار تشخيصي في الطوارئ خلال وقت قليل جدا، نبص على مجرى البول على البروستاتا على المثانه، ده بيساعد برضو على سرعه التشخيص. احنا خايفين طبعا من الاورام، دي اهم حاجه تقلقنا في موضوع النزيف البولي لو كان جامد ومعاه تجلطات او محوش، سواء اورام المثانه، اورام البروستاتا، اورام الكلى. كمان ممكن من الحصوات تعمل موضوع نزيف بولي دوت، خصوصا لو العين ده ماشي على ادويه سيوله. التضخم الحميد في البروستاتا بحكم السن ممكن يعمل النزيف البولي الشديد. الحوادث، واحد اتخبط في جنبه وما خدش باله خبطه جامده، بعديها بنص ساعه لقى نزيف بولي جامد، فده برضو ممكن يبقى سبب. عيان يكون لسه عامل منظار قريب او عامل عمليه مسالك بوليه قريب ورجع لنا بنزيف بولي. طيب احنا كده خلاص عملنا الاشعاعات، سيطرنا على النزيف، بنبدا نتكلم فهنعالج ازاي. هنعالج طبعا حسب المشكله، ورم في المثانه، لا تضخم حميد في البروستاتا بحكم السن، لا حصوات، لا مشكله في ادويه السيوله، فهنبدا نعالج على هذا الاساس. هي دي الطريقه اللي بنفكر فيها في الحالات دي. مش هخش في تفاصيل العلاج لان احنا هنا هنبقى خرجنا بره بند حالات الطوارئ. تالت حالة هتكلم فيها مع حضراتكم هو حالات احتباس البول الحاد. فجأة كده مريض جه مش قادر يعمل بول وعمال يصرخ مش قادر، عايز ينزل بول ومش عارف، المية مسدودة. طبعا في الغالب ده بيكون راجل، احتباس البول في الستات احتمالاته بتبقى أقل من كده بكتير، موجود بس يعني نادر قوي ان احنا نشوفه، وليه أسباب معينة مش موضوعنا دلوقتي. لو اتكلمنا مع المريض دوت هنلاقي ان هو بقاله فتره عنده اعراض في التبول، في صعوبه في التبول، في نسبه حزق وهو بيعمل بول، بياخد ادويه بروستاتا او ما بياخدش. ممكن يكون معاه اعراض تانية، ممكن يكون معاه سخونيه، ممكن بالتحاليل نلاقي فيه قصور في وظائف الكلى، ممكن نحس المثانه وهي مليانه في منطقه فوق العانه. في سيناريو مهم جدا حابب اتكلم فيه في الجزئيه دي هو احتباس البول اللي المريض هو اللي تسبب فيه لنفسه. مريض في الخمسينات في الستينات عنده تضخم في البروستاتا، ماشي على علاجات للبروستاتا، سافر مشوار طويل، بنقابل العين ده كتير. انا والله كنت مسافر، كنت سايق، كنت راكب مواصله وحبست البول، نزلت من العربيه ما عرفتش اعمل. ده هو المريض تسبب فيه لنفسه. حابين نتكلم في النقطه دي علشان لو انا عندي بروستاتا، لو انا باخد علاج بروستاتا، لو عندي صعوبات في التبول، اراعي ان انا ما احبسش البول فتره طويله عشان ما ادخلش نفسي في احتباس بول. طيب المريض ده برضو زي المريض الاولاني بتاع المغص الكلوي، جاي محتاج صرفه، محتاج صرفه سريعه، مش محتاج كلام كتير، محتاج ان انا يكون عندي خبره هعمل ايه. طبعا لازم اركب قسطره، قسطره من خلال مجرى البول، وده الشائع وده الغالب. بعض الاحيان البسيطه بنضطر نركب قسطره فوق العانه. في الموقف ده برضو حابب ان دايما اللي يركب القسطره يكون دكتور مسالك، فيما نظر ان انا اشوف مشكله من مشاكل جروح مجرى البول خلال تركيب القسطره من دكتور مسالك او من دكتور بصفه عام. يعني مش اجري ان حد مش متخصص هو اللي يركب القسطره، المشاكل بتبقى وارده كتير في هذا السيناريو. وده برضو يرجعنا لحته الطوارئ اللي بتقدم خدمه متميزه او المراكز الطبيه المتخصصه. طيب اهم اسباب احتباس البول ايه؟ احنا قلنا في الغالب بيكون المريض راجل، طبعا تضخم البروستاتا حميد او خبيث، يكون في حصوه محشوره في مجرى البول او في عنق المثانه، يكون في زي ما قلنا في النزيف البولي جلطات دمويه، يكون في ضيق في مجرى البول. طبعا بالكلام مع المريض هنقدر نفهم ايه السبب، وبالاشعاعات هنبدا نفهم ايه السبب. طيب هنعالج ازاي؟ خلاص حطينا قسطره سواء من خلال مجرى البول او فوق العانه،
هنبدأ نقول هنتصرف ازاي. هل في بروستاتا هنعمل لها استئصال بالمنظار وجهاز البايبولر؟ هل في حصوات في مجرى البول او في المثانة هنشيلها بالمنظار وبالتفتيت؟ هل في ضيق في مجرى البول هنعمل شق للضيق دوت؟ هنشوف هنتصرف ازاي. ده برضو كله ممكن يبقى متاح within hours، يعني احنا حتى even لو المشكلة دي موجودة وهي اللي عملت كده ولقينا ان فعلا محتاجين ما نستناش او ندي العيان فرصة ان احنا نشيل قسطرة تانية ونشوف، لا يعني ممكن خلال وقت قليل العيان يعمل العملية الاصلية بتاعته او الفعلية بتاعته اللي هي سبب المشكلة الرئيسية ويخرج، يبقى هو وفر على نفسه وقت ومشاكل. الحالة رقم 4 اللي هتكلم فيها دي حالة مهمة جدا، الناس محتاجة الوعي يزيد فيها شوية، هي حالة التواء الخصي او يعني ألم كيس الصفن الناتج عن التواء الخصية. يعني ايه التواء خصية؟ التواء خصية يعني الحبل المنوي اللي واصل للخصية لف حوالين نفسه، ده ادى الى ان الدم اللي واصل للخصية بقى قليل، ده خلى الخصية في مشاكل. لو فضل الدم مش قادر يوصلها كويس الخصية دي ممكن الانسجة بتاعتها تبوظ تتلف او تموت. طيب الوقت قد ايه؟ الوقت اقل من 6 ساعات لازم اكون حالل المشكلة دي، وعلشان كده بتيجي اهمية الحالات دي. انا محتاج من ساعة حدوث المشكلة وان المريض يعرض المشكلة دي على اهله ويجي المستشفى واشخص وعالج محتاج وقت قليل جدا عشان احافظ على الخصية دي وعشان احافظ على الخصوبة بتاعتها والخلفة من خلالها في المستقبل. المرضى دول في الغالب بيكونوا اولاد مراهقين او شباب صغير، ده السن الكومن للحالات دي. طيب ايه الاسباب اللي بتعمل كده عشان نتجنبها؟ في الغالب مفيش سبب واضح. في بعض الناس عندهم حاجه اسمها بيل كليبر ديفورميتي، ببساطه كده دي بيبقى وضع الخصيه جوه كيس الصفن غير الوضع الطبيعي شويه فبيجعلها اكثر عرضه للالتواء. مش عايزين نقلق الناس او نقول اللي عنده العرض دوت او عنده المشكله ديت هيحصل له، لا هو بيبقى اكثر عرضه مش اكتر. دي احنا حاجه بنقدر نعرفها بالكشف الاكلينيكي بسهوله جدا مفيش فيها مشكله، لكن مش شرط يبقى ده سبب ان يحصل التواء الخصي. سيناريو تاني، يجي الشاب يقول لي والله انا كنت بلعب رياضه او كنت مع اصحابي اتخبطت خبطه في الخصيه ومن ساعتها وجعاني، لكن في المجمل مش شرط يكون في سبب واضح. طيب بالكلام مع المريض وجع لا يحتمل في الخصيه، ممكن من قوه الوجع يبقى فيه احساس بالترجيع او ترجيع. لو كلمت معاه شوية ممكن اكتشف ان الموضوع ده جاله قبل كده وفك لوحده كذا مرة. الحالات دي بالكشف الاكلينيكي انا بقدر بسهولة اشخصها. في الماضي كان الكشف الاكلينيكي يكفي خالص لتشخيص التواء الخصية وان المريض يروح للعمليات عشان يعمل استكشاف على الالتواء ده، لكن مع التطور ومع ان الاشعة التلفزيونية بقت متاحة وما بتاخدش وقت ومتاحة في الطوارئ، بقينا نقدر نبص على المريض كمان بالأشعة التلفزيونية الدوبلر ألتراساون علشان نأكد التشخيص بتاعنا. طيب الأشعة التلفزيونية حسمت الكلام وأكدت التشخيص وعرفنا إن ده التواء. الأشعة التلفزيونية هنا بتساعدني إن أنا أفرق بين التواء وبين حالات تانية شهيرة زي التهاب الخصية والبربخ اللي بتعمل نفس المنظر ده بسهولة جدا. الأشعة التلفزيونية بتفرق بين الاثنين والكشف الإكلينيكي برضو بسهولة بيفرق بين الاثنين. دي من أهم الأسباب. يقدر يساعدني إن أنا أفرق إن يكون في فتق مخنوق مثلا ما يكونش التواء خصية، برضو الكشف الإكلينيكي والأشعة بتساعدني إن أنا أفرق بينهم. طيب شخصنا إن في التواء خصية، مراعين إن الوقت ما يكونش بيسرقنا. دي بصراحة من الحالات القليلة جدا اللي أي حد فينا ما بيسمعنا بيسيب اللي في إيده ويجري عليها عشان نقدر نلحق الخصية دي. دخلنا عملنا استكشاف على الخصية لقينا فيه التواء، لسه الخصية بعد ما فكينا الالتواء بحالة كويسة، لازم نثبت الخصية ديت كويس وما ننساش نثبت الخصية التانية كمان علشان مفيش ما يمنع ان هي كمان يحصل لها التواء زي ما حصل في الاولانية. نثبت الخصيتين علشان نحافظ عليهم عشان نحافظ على المستقبل بتاعهم من ناحية الخلفة وما شابه يعني. الله يقدر لو اتأخرنا او لو المريض اتأخر يحصل حاجة، نيجي نفك الالتواء نلاقي الخصية بتستجبش، الخصية خلاص الأنسجة بتاعتها تلفت أو ماتت، الدورة الدموية بتاعتها منقطعة عنها أكتر من 6 ساعات. الله لا يقدر بنضطر نعمل حاجة اسمها استئصال الخصية. ومن هنا تيجي أهمية الموقف دوت، لازم الناس تبقى فاهمة
ما ينفعش أنا لو عندي شاب أو ولد في المراهقة بيشتكي من ألم في الخصية، ما ينفعش ما اجريش اطمن، ما ينفعش، مش منطقي. ادي مسكن، استنى للصبح، طب خد مسكن، طب الكلام ده مش منطقي. لا، لازم اطمن علشان ما يتاثرش نفسيا. الله لا يقدر لو حصل استئصال الخصيه، الخصيه الثانيه ممكن تقوم بوظيفتها على اكمل وجه ويخلف عادي وكل حاجه عادي، لكن المشكله النفسيه اللي بتنتج عن الموقف دوت ان هو حاسس ان هو غير صحابه او اللي حواليه، دي بتضايقه في حياته القادمه. اخر حاله برضو مهمه هتكلم فيها هي حاله الانتصاب المستمر. راجل جه الطوارئ بيشتكي ان في انتصاب مش راضي يفك بقاله اكتر من 4 ساعات من غير ما يكون في اثاره جنسيه، وحاول يكون في قصف مره او اكتر وبرضو الانتصاب ده ما فكش. طبعا ده سيناريو بنشوفه في السن ما بين 20 و60 سنه عشان نعرف ده ايه بالظبط. لازم نفهم آلية حدوث الانتصاب. الانتصاب عشان يحصل في اي راجل ده عبارة عن تدفق للدم من خلال الشرايين للنسيج الكهفي في العضو الذكري، وبيحصل قفل او انغلاق للأوردة، فالدم بيجمع جوه القضيب وبيحصل الانتصاب. لما تروح الإثارة الجنسية تبدأ الأوردة تفتح واحدة واحدة، يبدأ الدم يتصرف تاني، يبدأ يحصل ارتخاء. لو الأوردة دي ما فتحتش لسبب ما، يحصل الانتصاب المستمر دوت اللي هو برضو بيأثر على الدورة الدموية في القضيب، اللي هو برضو ممكن يدخلنا في مشاكل زي ما هنقول كمان شوية. طب الأوردة ما تفتحش ليه؟ ايه الأسباب اللي ممكن تعمل كده؟ معظم الحالات بيبقى ديوباسك، يعني من غير سبب واضح، فجأة حصل الكلام دوت. في أسباب زي الأدوية، أدوية المنشطات الجنسية زي الفياجرا، أدوية النفسية، المخدرات بأنواعها ممكن تعمل كده. في بعض الناس اللي عندهم أمراض من أمراض الدم، في بعض الناس اللي عندهم أورام في منطقة الحوض بيبقوا عرضة أكثر من غيرهم للمشاكل دي. طيب المريض ده برضو بالكلام معاه وبالكشف الإكلينيكي أنا بشخصه بسهولة، اتصاب بقاله أكثر من 4 ساعات، مفيش إثارة جنسية، بدأ يبقى فيه ألم بسبب ان الدوره الدمويه في القضيب مش ماشيه كويس. بالكشف انا بلاقي القضيب ناشف جدا، بلاقي ان العيان مش مستحمل الكشف بتاعي. ساعات بنضطر نبص عليه بالاشعه البينايل دوبلكس او نعمل تحاليل معينه علشان نفرق بين النوع دوت اللي هو يعتبر حاله طوارئ لازم المريض يروح المستشفى بسرعه، وبين نوع تاني من الانتصاب المستمر اللي هو ما يعتبرش حاله طوارئ، اللي هو بيجي بسبب حدوث وصلة بين الشرايين والأوردة في منطقة الحوض نتيجة إصابة ما. ده مش ضعف دورة دموية بسبب الانتصاب المستمر، لا ده بالعكس، الدورة الدموية بتبقى زيادة اللي راحة القضيب بسبب ان حصل وصلة بين الشرايين والأوردة، فبيفضل القضيب دايما منتفخ شوية، ما وصلش للانتصاب الكامل لكن منتفخ شوية، ودي مش حالة طوارئ. لكن لو حصل لبس في الأمور وده فيما نظر ان هو يحصل، الأشعة التلفزيونية البينايل دوبلكس وتحاليل غازات الدم للعينة الدم المسحوبة من القضيب بتعرفنا الفرق بين النوعين. طيب خلاص احنا عندنا الحالة دي، والحالة دي بتبقى مؤلمة جدا، المريض دوت بيتحجز بيدخل العمليات عشان نبدأ نتصرف مع الانتصاب المستمر دوت. طيب هنعمل ايه؟ هندي مسكنات، هنحطه على ماسك اكسجين، هنبدأ نحاول نفضي الانتصاب دوت. الاول بنعمل شفط او سحب للدم من القضيب سواء كان لسه ما جلطش او جلط. في الغالب كمان في معظم الحالات بنحتاج نحقن ماده معينه او مواد معينه، حاجه زي الفينايل افرين او الادرينالين. الحاجات دي بتساعد على ان احنا نبدا نرجع الدوره الدمويه تاني، وعمليه الشفط او السحب للدم من القضيب تبقى اسهل. طيب في الغالب معظم الحالات بتفك على الكلام دوت. طيب لا ما فكتش الحالات ديت، بنعمل حاجة اسمها وصلة شنط ما بين الشرايين والأوردة بطريقة ما، في كذا نوع مختلف مش موضوعنا ان احنا نذكرهم. معظم الحالات بتفك على الكلام ده، فيما نظر ان يضطر العيان يلجأ لان هو يركب دعامة في القضيب في الموقف ده مباشرة. طيب الحالات دي عندها هاجس معين او عندها سؤال معين في المستقبل يا دكتور الانتصاب اخباره ايه؟ والله لو احنا خلال وقت قليل بيقال اقل من 12 ساعه
قدرنا نفضي الانتصاب المستمر دوت بنقدر نحافظ على الانتصاب، لان الانتصاب المستمر لفتره طويله وضعف الدوره الدمويه راح على القضيب بيخلي يبدا يحصل تليفات في النسيج الكهفي ويبدا يبقى في ضعف انتصاب دائم، خلاص بقى في تليفات في الجسم الكهفي مش هينفع يحصل انتصاب او الدوره الدمويه مش ماشيه زي طبيعتها قبل الكلام ده. عشان كده برضو حطيناها من الحالات المهمه ان المريض بيها لازم يروح الطوارئ بسرعه، ما يستناش للصبح، ما يستناش طب يمكن تفك كمان شويه، لا عشان يقدر يحافظ على نفسه في المستقبل. دول الخمس حالات اللي حبيت اتكلم مع حضراتكم فيها، وان شاء الله في المستقبل لو في مجال ممكن نتكلم على حالات تانية سواء حالات طوارئ او اي حاجه في تخصصنا، تخصص المسالك البوليه والتناسليه. شكرا لحضراتكم، ودلوقتي على اللايف هبدا احاول اجاوب على بعض الاسئله، ولو ما جاوبناش على معظم الاسئله دلوقتي هنحاول نجاوب عليها على الصفحه بتاعه المستشفى ان شاء الله على الفيسبوك ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.